تمام. أول حاجة بنبدأ بقراءة الكلمات read the word. أول حاجة سوري فاطمة الحصة الصف السادس lesson unit 2 lesson 1. اوكي. لا 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 بس عشان لا التسجيل بعد كده لما ينزل تبقوا عارفين لو حبيتوا تقرأوا. أوكي بعد كده إن شاء الله لو في grammar بنشرحه، طبعا لو في كويس في النص احنا كمان بنحله مع بعض هنا في ال في الليسون. اوكي let's start. اوكي mute your microphone when I say open microphone and repeat with me. انتوا هتفتحوا لما اقول لكم افتحوا المايكروفونات وكرروا معايا، انتوا بتفتحوا المايكروفون. اوكي now open microphone open then رغد يوسف جوري open microphone افتح الميكروفونات ويلا رب رددوا معايا. ما فتح first لسه. okay lesson one say he is very clever. ال lesson one بيتكلم بيقولك ان هو ماهر جدا. مين اللي ماهر ده وهو بيتكلم عن مين هنعرف بعد كده. ده عنوان ال lesson. okay nervous say nervous Never, never, no nervous never. Never. nervous يا جوري. جوري ورغد please open microphone لو سمحت افتحوا المايكروفونات وكرروا معايا عشان لو كلمة صعبة تعرفوا تقولوها بعد كده. nervous nervous نفس yeah great يوسف ها huh? nervous نرفا nervous okay clever ليفر clever ليفر ليفر okay. طب دايما مش بتكرري ليه يوسف لالي رغد قصدي معذرة. never okay intelligent 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 okay شاي شاي شيء personality 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 polite polite white calm 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 quiet quiet white messy 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 okay messy organized organized organize it اوكي اكسترا extra انا هنا عشان لو حد فاكر ان مش عارف انا فين. اوكي extra ريلاكس ات relax it ريلاكس يا كابي copy كابي كابي copy كابي وورد work وورد وورد كيرفول careful كيرفول carefully careful carefully take a box take a step up text box text box worksheet 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 worksheets worksheet worksheets okay correctly correctly friendly 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 helpful helpful school work school work work respect 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 track respect respect track break track break تمام. اوكي دلوقتي close your microphone اقفلوا الميكروفون لو سمحتوا وانا هشرح لكم كل حاجة يقصد بها ايه nervous متوتر او عصب. if you have exam لو انت عندك exam you will be nervous انت هتبقى عصبي. دي يقصد بيها عصبي او متوتر تخيف.
فده يقصد بكلمة nervous. clever or intelligent، ماهر أو ذكي. if I say you are clever، أنت ذكي، معناها إيه؟ يعني أنت شخص شاطر بتفكر. shy، خجول، لما أنت تكون مش بتحب تتفاعل interact، you don't like interact with other people، أنت مش بتحب تتفاعل مع الناس. you don't like speaking with other people، مثلا مش بتحب تتكلم مع الناس تانية، مش بتحب كده، فأنت shy يعني خجول. personality يعني شخصية. when I say your personality is great or as smart، يعني شخصيتك كده مميزة ممكن أقول، أو ذكية، أو شخصيتك عظيمة. بتكلم هنا على شخصية الإنسان اللي هي إيه، مهاراته بقى، بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يتفاعل، بيذاكر كويس، كل دي مهارات عنده، فدي شخصية الإنسان. أو إنسان هادي مثلا، زي ما نقول polite، مهذب، شخص مهذب يعني محترم، يعرف يتعامل مع الشخص اللي قدامه. أوكي، calm، هادئ. What's mean of calm أو هادئ or quiet؟ شخص هادي مش بيعمل ضوضاء أو مشاكل، شخص بطبيعته مش بيحب العصبية مثلا، كل ده calm. أوكي، إلى هنا الأمر تمام؟ لا، interact مين؟ تفاعلوا معايا لما أقول لكم okay، correct، right، يعني الأمور تمام. ممكن react with okay، ممكن تتفاعلوا بال okay تمام من هنا، أو تردوا عليا عشان بس أبقى عارفة إن أنتوا فاهمين. اوكي أوكي، ماشي. فوضوي أو غير مرتب، when you مثلا أنت لما تبدأ تلاقح كل حاجة في كل حتة في الأوضة، in your room مثلا not tidy، مش مرتبة، مش organized، مش منظمة. فميسي عكس organized. organized شخص مرتب، منظم، كل حاجة في مكانها. أنا عارفة إن ممكن يكون الشرح مختلف على التيتشر اللي قبلي، فأتمنى بس تكونوا فاهمين مني. أيوة مستنيين حضرتك. تمام؟ مستنيين حضرتك. تمام. extra إضافي، when I say لو أنت مثلا أوكي in restaurant، في مطعم، و say I want extra جوس مثلا، عاوز عصير اضافي. انت مثلا جاي لك مع بتاعتك، مع الويل بتاعتك، وان جوس، and say the way I want extra juice، انا عاوز عصير اضافي، حاجه اضافيه، ممكن extra weight، وزن اضافي. تمام، زي اللي بياخدوه على الطيارات مثلا وهم مسافرين. relaxed، مسترخي، شخص relaxed يعني بيقول لك ريلاكس، يعني خليك ريلاكس كده، اهدى والامور هتتحل، ما تخافش من امتحان. كابي، نسخه، when you make a copy، copy sheet مثلا، أو copy files، بعمل نسخة من ملف. تمام؟ worried، قلق، I am worried، أنا قلقان، أنا خايف، أنا عندي قلق. careful، حريص، لكن carefully، بعناية أو بحرص، تفرق؟ آه تفرق يا teacher. careful، حريص، يقول لك I am careful، أنا شخص حريص، لكن carefully he threatened، هي try to solve this problem carefully، هو بيحاول يحل المشكلة دي بحرص أو بعناية. طب قصده إيه الكلمة دي؟ اللي فوق صفة، اللي تحت حال. وتفرق؟ آه تفرق. طب تفرق في إيه؟ أول حاجة تفرق في إن اللي بتستخدم مع الاسم، أما التانية بتستخدم مع الأدفيرب، الحال. الأدفيرب بيستخدم مع إيه؟ مع الفعل. أوكي؟ تكست بوكس، كتب مدرسية، دي اللي معاك. ورقة عمل، what's mean worksheet؟ like this. for a minute I will say worksheet. worksheet هقول لكم يعني ايه worksheet. yes okay yeah I am with you. yeah was it speaking؟ مثلا انتوا شايفين الشير دلوقتي بتاعي، ايوه المايكروسوفت اللي انا بفتحه دلوقتي، هي دي ورك شيت، هي دي ورقه العمل بتاعتي، اقعد اكتب فيها براحتي بقى، واعمل امتحانات، اكزام، شغل، زي ما انا احب. اوكي، هي دي يقصد بيها الورك شيت. اوكي، correctly بشكل صحيح. انا بقول لك please do your homework correctly، ولكن لو سمحت تحل واجبك بشكل صحيح.
انا هنا مش قصدي عليك انت، انا قصدي على الواجب طريقه حله تتحل صح ما تتحلش غلط، يعني مثلا ما تقعدش تحل اي حاجه كده عشان تخلص وتمشي بسرعه. فريندلي ودود، بقول لك هي از فريندلي، هو شخص ودود وشخص جميل، تمام؟ يعني شخص متعاون، ممكن يكون شخص اقصد بيه ودود يعني في طريقه التعامل شخص كويس. helpful متعاون، I see يوسف is helpful، يوسف شخص متعاون. نفترض مثلا ان هو انت مثلا التيتشر بتاعته او شاف زميله ماشي في الشارع وماسك اكياس كتيره فهو ساعده، هو كده helpful. school work يعني الواجب المدرسي. respect احترام او يحترم، if I say I will respect you انا احترمك عشان انت مثلا محترمني او ان انت حليت الواجب بتاعتك، فدي معنى كلمة respect يحترم. اوكي فترة استراحة، البريك اللي في السكول. لحد هنا معاني الكلمات واضحة، ازاي ممكن نستخدمها؟ ايوه يا مس، ايوه يا مس، يا مس المس خرجت. I'm so sorry، حصلت مشكلة. I'm so sorry. Okay، يلا continue our lesson. طيب after that we have conjunction of verbs. يعني ايه conjunction of verbs؟ أول حاجة إن إحنا عندنا أفعال، الأفعال دي عندنا يا regular يا irregular، يعني يا منتظم يا غير منتظم. طيب الفرق يا teacher حاجة بسيطة، irregular بنضيف لها ed or d or ied فين؟ في الباست، في الماضي. طيب الريجولر ذا فورم تشينج، يعني ايه؟ يعني الشكل بيتغير، شكل مختلف، حاجه مختلفه، فاهمه قصدي؟ او ممكن يكون نفس الكلمه عادي مفيش اي مشكله، يعني فيل هنا بيكام فيلت، فيل بيكام فيلت ان باست. اوكي اسك become asked، أصبحت asked. We add the ed only، أضفنا ed في نهاية إيه؟ الفعل. Share become shared، share أصبحت shared. طيب أنتوا فاهمين الماضي البسيط؟ the past Yes. simple؟ Yes، okay. كده ده غد جوري، واضح ال past simple؟ Clear؟ Yes، okay. Thank you. Okay, off the microphone and repeat with me. افتحوا الميكروفونز وكرروا معايا. Take a round. Take a round. Judy, Take a round. Dad, Take a round. take a round. Great. Offer two. Offer okay. Two. A bit nervous. A bit nervous. A bit Less. nervous. A bit nervous. A bit Less. nervous. Less. Less. That's Come on. come on. Welcome to. Welcome to. Welcome to. Welcome to. Show respect to. Show respect to. Respect to. Get to know. Get to know. Get to know. Add break. Add break. Stay with. اوكي كلوز مايكروفون، خلاص اقفل المايكروفون. هنا ايه شرح الكلمات دي بقى؟ تيك اراوند ياخد جوله فيه. اف اي سي دان تيكس اراوند، تيكس اراوند ان سكول، اخد الجوله في السكول بتاعتها، يعني لفتها كده راحها اول مره at first time. تمام، وهي بقى ايه حابه تشوف المدرسه، معنى تيك اراوند. اوفر تو أوفر If تو I say، لا دلوقتي مش هنكرر يا يوسف، دلوقتي أنا بشرح معنى كلمات. Offer to معناها إيه؟ يعرض أن. مثلا I say a woman
in the street. أنا شفت woman امرأة في الشارع and I offered to help her. فعرضت عليها إني أساعدها. دي معنى يعرض، إن أعرض على حد مساعدة، أعرض على حد أكل أو شرب عادي جدا، مفيش أي مشكلة. A bit nervous، متوتر قليلا. لو أنا مثلا لقيت رغد قاعدة وبعد كده بقول لها you are a bit nervous، أنت متوترة شوية ليه؟ عندها اكزام مثلا بكرة، لا ما تت... يعني ما تتوتريش، أنا حاسة إن أنت متوترة شوية. أنت be calm، مفيش أي مشكلة، no problem. Let infinitive يعني بقول لك let's start، let's play يعني يلا نلعب، يلا نبدأ، let's go يلا نذهب. let's دايما بيجي بعديها الانفينيتيف. come on، هيا تعالى، بقول لك come on يعني تعالى يلا، تعالى اوريك الحاجة اللي انا هوريها لك دلوقتي. welcome to school، our school، بقول لك مرحبا بيك في مدرستنا. welcome to our lesson، مرحبا بيك في مدرستنا في حصتنا. فانا بتكلم عن ايه؟ بالترحيب. show respect to معناها يظهر احترام ليه. لما انت مثلا show respect to your teacher، تظهر احترام لمدرسك، دي معنى يظهر الاحترام. get to know يتعرف على. مثلا if I see someone in the street، انا مثلا شفت يوسف in the street or جوري and I say I got know to know، انا حاسه ان انا هتعرف عليه الشخص ده او هعرفه، يعني انا بحاول مثلا بشبه عليك من بره كده، عارفة اللي هو هو ولا مش هو، هو ولا مش هو، هو كده بمعنى أصح. At break في فترة الراحة، مثلا you ask me to answer this question، أنت سألتيني عشان أجاوب لك على السؤال، قلت لك at break في فترة الراحة، تعالي لي في فترة الراحة مثلا وأجاوب لك على السؤال، أو ممكن speaking عادي نتكلم. stay with يبقى مع، بقول لك stay with me يعني خليك معايا. مثلا أنت قاعدة مع أخوكي، فأخوكي داخل ينام، he want to sleep، he say please stay with me I'm afraid، ابقى معايا انا خايفه من الضلمه مثلا. تمام لحد هنا everything is clear، كل حاجه واضحه ولا في مشكله؟ No, yes, everything is clear. clear، الحمد لله. Yes. اوكي طريقه الشرح مناسبه ليكم ولا حاسه ان فيها مشكله بالنسبه لكم؟ لا Very good. Hello. That's okay. Great. احب ازود English اكتر. Okay. Okay. He saw me in this paragraph. Did you know? هو بيقول لنا انت عارف البراجراف ده يعني what did you know؟ انت هل انت كنت تعرف the way you give the people information about your personality؟ Each person has a different way. I'm here. انا هنا عشان تبقوا مصرفين. Of moving. Just like we each have our own handwriting, people who move in a smaller way often become friends and work together. Okay. هو بيقول لي هنا باختصار، بيقول لك ان الطريقه اللي بتتحرك بيها ممكن احلل منها شخصيتك. ايوه دافع عليه، ممكن احلل الشخصيه من طريقه وضع اليد، من الحركه. وفي الغالب بيقول لك ان الناس اللي بيكتبوا بنفس خط اليد وبيتحركوا بنفس الطريقه بيبقوا متشابهين وبيبقوا اصدقاء في الغالب. في حاجات زي كده في علم الجسد، في ناس بتدرس الحاجات دي. Straight with me messy. What I mean of messy? Not tidy or organized. يعني غير مرتب. Friendly, nice to other helpful. أنا طبعا شرحتهم قبل كده، أنا بس بقراهم قراءة. I read that only. Okay. Organized, tight and careful. Oh, okay. This word is can come in question, multitude question, or in text paragraph. ممكن تيجي في الاختر أو في الباراجراف، أوكي؟ أو في التكست، لما يديك تكست ويحط underline، underline the word تحت الكلمة خط، و say what's the meaning of this word؟ يعني معنى الكلمة دي إيه؟ تمام؟ we have multitude طبعا، مديك اختيارات من تحت. أوكي، clever, intelligent, good at school, nervous, not calm, worried, shy, worried about talking to people. Right. هو بيقول لك هنا ان هي worried about talking to people. Why? Not why. الشاي شاي اللي هو ايه؟ لا هو مش شخص هادي، هو شخص عنده خوف. الخجل شخص بيكون عنده خوف من التحدث مع الآخرين أو أمام الآخرين. You have worried أو afraid of talking about people. Okay, polite, be careful and correct and show respect. Okay, حد عاوز يشرح أي حاجة في دول؟ هو أنا شرحتهم already فوق، no problem if you want to
explain again open microphone and tell me. لو انت عاوزهم اعيدهم تاني قول لي. No. No, listen. No, okay. Main point of listening and reading text. What mean main points? يعني key points. يعني ايه نقاط رئيسية مهمة بيجي فيها الاختر بقى النقطة دي. First, school. Like it's a حازم حازم first day at school. يعني بيقول لك إنه اليوم الدراسي الأول لحازم. تمام؟ Feel and nervous. حازم feels a bit nervous and shy. يعني ايه يقول لك ان هو حاسس بخوف وعصبية وخجل. Maybe he comes the first. هو راح المدرسة دي مثلا for the first time. I go to the school for the first time. راح المدرسة لأول مرة فهو already خايف. Okay, now school. Aser help حازم get to know the school. Aser ساعد حازم انه يعرف المدرسة أكتر أو get to know مثلا استخدمناها من شوية. Share and Buck Basil offer to share his book with حازم. يعني باسل عرض على حازم إنه يتشارك معاه كتبه. Maybe we say رغد forget her book in home. And Dana was here in school. Dana معاه في المدرسة. And Dana say what about sharing our book or my book with you. ايه رأيك ان احنا انا اتشارك معاكي كتابك؟ يعني ايه يعني نقعد نبص معاه فيه لحد ما تجيبي كتبك عشان تنسي كتبك. هي دي معناها شير المشاركة. Clever or good at Basil is very clever and good at math. يعني Basil ماهر جدا في الرياضة. A bit messy. حازم is a bit messy. حازم بيكون فوضوي قليلا مش جاي. Okay. And this quiz will answer it. هتحلوه 2 minutes only. 2 minutes بالظبط و هقول لكم اوبن مايكروفون اند انسر وذ مي. وات؟ دقيقتين هتحلوا الكواز البسيط ده وهقول هطلب منكم دقيقتين هتحلوا في يوم الكواز الجميل ده وهطلب منكم ان انتوا تجاوبوا الاسئله. كل واحد هطلب منه اقول مثلا ده اوبن مايكروفون اند انسر ذا فيرست كويستشن رغد سكند كويستشن هكذا. تمام؟ 2 minutes معاك. اللي خلص يستنى. No problem. الحل يا مش نرفع يرفع ايده ماشي what you say الحل يبقى يرفع ايده اوكي okay يوسف no problem طيب بس هنستنى دقيقة كمان wait 1 minute again عشان زمايلك okay
Finished? Yes. 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 بس يا مس معرفش ده خلصت Okay. نعم. نعم حساب. يا رغد معاكي. معاكي قولي. لا لا رغد صوتك بيقطع، معلش هو مش عارفة المشكلة من فين الحقيقة. قولي تاني. Again. احنا خلصنا انا ويوسف وجوري، بس مش عارفة ده انا خلصت ولا لا. أنا خلصت. تمام يا دام خلصت. خلاص طيب اوكي تمام يلا let's start. Okay, he gets word the first. Okay, يوسف. First question, he gets word. He is يوسف. He is nervous. Yeah, go with him. Yeah, great. He is nervous. هو بيقول لك ان هو الان هي هو he is word. خالص يبقى هو is nervous. Okay, second رغد. رغد. Okay, there. He is a very polite boy. He shows respect. Polite. 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 Okay. All right. Oh, yeah, it's correct. Okay. Great, رغد. Great job. Great job, يوسف. Dan. يلا يا Dan. اوكي Dan. اوكي اوكي مع Yeah. حضرتك. She is Okay. يلا. اوكي كليفر. على مهلي. ايه مشكلة؟ تبقى ايه؟ كليفر clever. Great. Great job, Dan. She is clever. Girl, she is good at work. Okay. Who else, Jury? One minute. Jury, yeah. His room is always messy. Yeah. Great, Jury. Great job. Thank you, girls and gentlemen. And guys, شكرا ليكم جدا يا شباب. Okay. دلوقتي هنعمل ايه؟ I will. One minute. احنا هنبدأ نقرأ. طب انا مش هقرأ. First maybe Jory and Yusuf, second Raghad and Dan. هكذا كل جملتين كل جملة ياخدها حد بالترتيب، وأي مشكلة في القراءة أنا هعدل عليها. أوكي تمام. ازاي دلوقتي مثلا يوسف حازم و مثلا لا لا جوري أو يعني مثلا انا اقول يوسف first sentence، يوسف مثلا كنت حازم هيقراها. Second I say رغد read this second sentence، اقري الجملة التانية اللي هي بتاعت آسر. ممكن كمان اعمل لكم draw عليها كده عشان تبقوا عارفين. اوكي اوكي يلا يعني هنبدأ مثلا بالجور. انا كل طبعا معاكم ما تخافوش، انا استاذ. كل واحد هياخد sentence وهيقراها. اوكي اوكي first jury يلا begin. I have an iron as a unique word. Word. Word is everything, Yeah. okay? Think. Okay. طيب بيقول الجملة دي ازيك يا حازم، انا آسر، انت باين عليك قلقان، كل حاجة تمام معاك؟ تمام. فراح قال له ايه؟ يوسف. The next sentence. Hi يوسف. Asim, it is my first day اي at school and I feel a bit nervous and shy. اوكي ازيك آسر، ده اول يوم ليا في المدرسه، انا حاسس بشويه خجل وعصب. اوكي جوري. رغد. رغد. Then don't worry, we are all friendly. the Friendly. All friendly. I can help you get to know the school. Great. رغد don't worry، بيقول له ما تخافش يعني لا تقلق. We are all friends، احنا كلنا اصحاب وزمايل. I can help you get to know the school، انا ممكن مساعدك للتعرف على المدرسة. اوكي يعني هيساعد عشان يتعرف على المدرسة. اوكي الو رالي can you. اوكي ذا كان دان بليز ريد. انا قلت الجملة صغيرة يعني really فعلا. دان ريد اس. اوكي Sure, I can take you around, show yeah. you where your classroom is and study.
with you at break. Stay Let's go meet some of the of my friend. Look there, Basil. Look. Look, there is Basil. Okay. الجزء ده there is. معايا ده؟ سامعني؟ This. Yeah. Okay. كملي يلا. There's Basil. Hi, Basil. Great job then. Great job. Great job يعني يعني برافو عليك بالظبط زي بالمصري كده. بيقول شور بالتأكيد I think you around يعني أنا هاخدك في رحلة كده أو صاحبك في جولة عشان أوريك الكلاس روم بتاعتك غرفتك غرفة دراسي مش غرفته في البيت يعني is and stay with you at break ممكن أقعد معاك كمان في البريك. قالوا let's go meet some of my friends يلا بينا نقابل شوية من أصدقائنا. قال له بص ده باسل. هاي باسل مرحبا باسل. هاي باسل اوكي الصوت واضح وتمام ثابت ولا في مشكلة الصوت أيوة مس كله مظبوط ركض كله مظبوط لا سامعيني كويس تمام. لا لا ايه يا يوسف لا مظبوط حلو حلو عندك مشكلة في الصوت يا يوسف؟ لا لا حلو الصوت حلو تمام اوكي هي سي هاي اسر طيب اوكي هاي اسر بيقولوا اوكي مرحبا اسر الصوت بيعلق شوية بس مين كمان نقرب بس اوكي كان طب بيعلق كده سامعني كده حلو طيب هو ان شاء الله هيظبط تمام الحمد لله يلا يا جوري عزم هذا is Basil. He is جوري very clever and he is good at math. You can ask him if you انت لا need لا ثانية ثانية انت فين يا جوري؟ احنا هنا في حازم this is Basil he is very clever احنا في الجملة دي شايفة احنا فين هنا يلا start Hazem is special. He is very clever and he is good at math. You can ask him if you need any help with your homework. Basil, this is Hazem. He is starting school here today. today بيقول له حازم ده باسل يعني بيعرفهم ببعض he is very clever and he's good at math هو شاطر جدا وكويس جدا في الماث you can ask him if you need any help with your homework لو انت عاوز اي مساعدة فاضلك هو هيساعدك بيقول لباسل ده حازم هو ده أول يوم starting school here today يعني بدأ الدراسة في مدرستنا النهاردة ممكن تكون بدأ الدراسة مثلا بدأ ليها أسبوع بس يعني حازم أو باسل جه النهاردة بس تمام حازم قصدي جه النهارده بس ايه بقى نقل من مدرسه تاني كان في مشكله اوكي اوكي يوسف Hi, Hazem. Welcome to our school. مرحبا حازم بيك في مدرستنا بيقول يعني مرحبا مرحبا بيك في مدرستنا طيب so polite انه مهذب للغايه رغد Hey, Miss. أيوة thanks Thanks. Do you have all your books yet, Hazem? قال له معاك كتابك يا حازم قال Mm-hmm. له شكرا معاك كتابك يا حازم راح قال له ايه بقى دان دان Okay, I am not اوكي sure. I have a lot of books in my room at home, but I am a bit messy. I am not sure which textbooks I already have really really have already already have already have سامعيني يا ايتان شكرا great job great job جوري يوسف رغد دان great job بجدين قرايتكم كويسة جدا great قالوا مش متأكد يعني أنا عندي كتب كتيرة في غرفتي بس أنا مشكلتي إني فوضوي شوية يعني مش كتير يعني فقالوا مش متأكد إذا كانت الكتب المدرسية معايا ولا لأ أوكي جوري أجين قالوا إيه Can بقى we can share my book today and I have an extra copy of the worksheet.
فبيقول له سوري معذرة، بيقول له إن أنت ممكن تشارك معايا كتب، يعني تشارك معايا في كتب النهاردة، وبكرة إن شاء الله هنعمل نسخة من ورق التدريب. قال له واو، أوكي يلا يوسف. Wow, يوسف you really organized this. Organized, thank you, Basim. قال له واو Basim. يعني رائع، قال له أنت فعلا منظم، شكرا باسف. رغد the last one. Come on. Miss Ellie, I will I will wear the science classroom. science Science class. classroom. Yeah, كملي كملي معي. Yes. Yes, okay. بيقول له يلا تعالى هوريك مكان فصل العلوم فين، نفترض ان هم عندهم مكان لفصل العلوم مخصص، فبقول له تعالى انا هوريك فين. اوكي اول حاجه هناخد الهوم وورك بتاعنا، وهو بيج 61 and 62. اوكي يتباع كامل حتى الباراجراف. اوكي 61 and 62 our هوم وورك، دي اول حاجه. سكند هناخد كويس صغير، واحنا مين دلوقتي لسه معانا وقت، فاحنا ما رضيتش ناخد كويست بسبب اني وقت الحصه وكده كنا عاوزين نمشي شويه في المنهج، فبس اوكي اوريدي احنا لسه معانا وقت، فهناخد كويست بيج 54 محلوله ولا لا؟ ثانية مس بليز 54. لا أي مس الوات از ترو اوكي كانت يا صح؟ اوكي يا هتاخده رقم 2 ورقم 3 دلوقتي تحلوه 2 3. اوكي واضحين على الشاشة؟ انا معلم عليه. اوكي ماس انا معلش كتاب عادي ابعت لك الاجابات في الشات برايفت. هو ابعت لي الشات برايفت عادي، مفيش اي مشكلة، ممكن تجيب ورقة وقلم، وهو انا هسيب البتاع ثابتة قدامكم، وابدأوا بقى حلوا وارسلهولي. تمام يلا let's start. mute your microphone if your microphone لو احتجتوا حاجة أنا معاكم. مس هو احنا نبعته لحضرتك ولا هنعمل في ايه؟ تعملي ايه يا رب؟ مش مستمع كويس. يعني نصور اللي احنا عملناه. صوروه، صوروه، ممكن ترسلوه بقى على الجروب بس في نهاية الحصة خالص، يعني بعد ما كله يخلص، او ممكن ترسلوه برايفت يعني، بس ترسلوه على الجروب عشان انا لسه مش في الجروب. اوكي او انا مثلا ممكن اصوره وابعته عشان برايفت. اوكي مفيش مشكلة. تمام في حد بيسأل تاني؟ أنا معاكم. Yeah, who's speaking? جولي أنا or إيه؟ يا جولي. مس أنا حالة الصفحة دي ومامتي مصححة لي عليها، أبعتها؟ ابعتي عادي مفيش أي مشكلة. اوكي مش تمام. مشكلة. مس يا who's speaking؟ أيوة ده معاكي حبيبي. مس على الجروب حضرتك، أرسل لحضرتك الأسئلة فين؟ ارسليها لي على الجروب مفيش مشكلة، وانا هدخلها، يعني هدخل الجروب، انا طلبت منهم دخلوني بس لسه ما دخلتش، وهشوفها واصححها. اوكي ماشي اوكي ماشي
تيتشر هو شباب طيب، ما تخرجوش، احنا لسه ما خلصناش، محدش يخرج. هو ده تمام. اللي احنا بنتكلم فيه؟ إيه انت ايه يا حبيبي؟ ان انتوا ايه؟ احنا احيانا ما من... احنا مش بنخرج برا الحيطة. لا هو في حد خرج، يوسف مين خرج؟ جوري تقريبا خرجت، او ممكن يكون النت فصل عندها. طيب كنت بتسألي على حاجة يا دان؟ انا معاكي. طيب 5 minutes بالظبط، ونرجع بقى نشوف ايه يعني 5 minutes تكون انهيتوا الامتحان. اوكي انتوا واضحة قدامكم الشاشة اللي انا مشاركاها صح، اللي هي الكتاب. صح كده يا شباب ولا في مشكلة؟ لا صح. اوكي ثانك يو. مس انا بعت لحضرتك. بعتي لحضرتي على الجروب صح؟ قصدك كده يا يوسف؟ عشان انا مش في الجروب لسه. انا لا انا بعت لحضرتك على شات برايفت. هنا شات برايفت. فين قصدك؟ هنا. ايوه اوكي تمام. اوكي انتوا قلتولي عشان اخد سكرين للاجابات دي. طيب اعملوا حسابكم بقى ان شاء الله باذن الله المره الجايه هيبقى فيه تيست على الوحدة الأولى، بس في تلت ساعة يعني مش هيكون كبير قوي. تمام. التست هنعمل في ايه يا تيتشر؟ نعمل بس عشان اخد سكرين للإجابات، دقيقة واحدة خليكم معايا. هنحله. انتوا ما ضربتوش على الامتحان قبل كده صح؟ لا اوكي هعلمكم ازاي تمتحنوا. انتوا كان النهارده اول يوم دراسي ليكو هناك برضو لا ولا بتهيألي؟ هو قصدك الناس في السعودية هناك؟ أنا مش في السعودية، أنا في ألمانيا. تمام. انتي في ألمانيا؟ ألمانيا ألمانيا. تمام، سمعت أصلا. تمام بس المناهج المصرية بتفضل ماشية زي ما هي صح؟ يعني أي مكان عشان انتوا تدرسوا تبع مصر صح؟ في ايوه مناهج مصرية. كل ده بقى. تمام بالتوفيق يا رب. دقيقة واحدة بس عشان اخد السكرين لكل حاجة. طيب بعد كده معلش يا بسم الله الرحمن الرحيم يوسف، لو امكن بعد كده تحلهم في ورك شيت احسن وتبعتهم لي. اوكي يعني ترسلوا عادي تصورهم بس حلهم في ورك شيت. بس طيب شفت ان انا بعت الحقيقي؟ اه يا رب اديني هنزل الصوره احفظها عندي عشان اصححها واديكوا الدرجات المره الجايه. اوكي اوكي okay. okay. انت كده خلصنا؟ لا دقيقة واحدة. انتوا طبعا كان في واجب المرة اللي فاتت صح؟ كان في واجب المرة اللي فاتت صح؟ ايوه اوكي انتوا بعتوه على الجروب. احنا بعتنا بس بعتوه يعني. يوم تمام جدا. اه طيب انا معلش، بس اي كتاب
كونكت، انا عندي كونكت بلس بس. يعني انت ما عندكش معاها كونكت يا يوسف، ولا انت مش معاك الكتاب؟ انا معيش الكتاب خالص، طيب ما خلاص انا عنديش ممكن اي ارسل، لغة. طيب انا ممكن ارسل لك نسخة سوفت تخليها معاك، تمام كده؟ تمام. طيب مش اي مشكلة. حتى عنده اسئلة في اي جزء مش فاهمه، محتاج فيه شرح في حاجة معينة، بس كله مفهوم. كل مرة تمام. اوكي ممكن نبدأ بس في الليسن اللي بعده، ممكن ناخد منه جزئيات بسيطة. طيب الأسئلة اللي قبل كده في حاجة فيها مشكلة؟ يعني الأسئلة بتاعت الدرس اللي فاتت فيها أي مشكلة؟ لا هناخد جزء بسيط من الليسن اللي بعده كده. وإن شاء الله نكمل المرة الجاية، أوكي؟ يلا هناخد بس أول جزئية دي، تمام؟ في مشكلة معاكم ولا عادي؟ عادي. طيب يلا بسم الله building فين المسك؟ ايوه. building building spaceship. space ship. لا كله يا شباب يقول، لو سمحتوا افتحوا تاني من الأول. يلا building. building هو أنا مش سامع غير رغد يوسف. طيب دانا مس اس بي دان اوكي building. بولين نو نو building، حاولي تجي أخيرا يعني هي بولين building. يا great بولين 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 space shop. بيشوب سبيس one minute. جيمنازيوم، جيمنازيوم لابوراتوري، لابراتوري لابلارتي نو لابو لابو لابوراتوري. اوكي كود ووتر فاونتن. ووتر بص ووتر دي انا مش بحب انطقها ووتر، انا بنطقها كده عشان اغلب التيتشر بينطقوها كده، بس افضل كلمه ليها هي وور وور فانكشن. اوكي ولها وور الافضل وور ور بس. اوكي طيب بيلدينج اللي هو المبنى، ايا كان مبنى ده ايه، مبنى بقى تبع حكومه، مبنى ناطحه سحاب، ايا كان هو مبنى بيقول عليه بيلدينج. جيمناسيوم صالة ألعاب رياضية اللي هو الجيم اللي احنا بننزله، بيقولوا عليه بالمصري كده جيم، لكن هو أصلا صالة اسمه صالة ألعاب رياضية. كورت فناء أو ساحة، يعني إيه؟ أي مساحة فاضية ممكن نقول عليها فناء أو ساحة قدامنا فاضية. ممكن نطلب كمان كلمة فناء على المساحة اللي بتكون حوالين البيت، space around home، صح ولا لأ؟ بنقول عليه فناء. ايوه space trap سفينة فضاء، السفن الفضاء اللي بتنتقل للسبيس في الخارج بقى، تستكشف تشوف الدنيا عاملة زي الثقب الأسود والحاجات دي كلها، تمام. اوكي. معمل لابوراتوري، معمل علوم اللي هو المعمل اللي بيتم فيه التجارب، الاكسبيرمنت، تجارب بقى الكيميائية، تجارب فيزيائية، أيا كان شكل المعمل أو شكل التجربة إيه، كلها بتحصل فين؟ في اللابوراتوري، في المعمل. أوكي ووتر فاونتن، نافورة المياه like this. ثانية هجيب لكم الصورة ليها برضه تكون أوضح، أنتوا أكيد عارفينها يعني، بس أنا هوريكم الصورة ليها برضه. تمام واضحة عندكم كده؟ Yes. يعني هي دي الواتر فاونتن أو واتر فاونتن اللي هي نافورة المياه بقى، بتختلف أشكالها وأحجامها. اوكي Okay. اوكي لحد هنا هتبقى حصتنا ان شاء الله خلصت. المره الجايه هيبقى في ديكريشن، املاء هنتملى، هيبقى في
الهومورك، هصحح لكم الهومورك. مش عارفة التيتشر صححت لكم الهومورك بتاع المرة اللي فاتت ولا، الحقيقة هسألها. لو تمام خلاص يبقى في الهومورك بس اللي عندنا ده المرة دي حضراتكم، يعني هتحلوه answer وتيتر فوتو وارسلوه لي على الواتساب. تمام كده؟ أظن كده تمام. مفيش أي مشكلة. في أي مشكلة أو حد عنده أي سؤال في اللي فات؟ نو نو الشرح واضح؟ ايوه يا رب تكون استمتعتوا معانا في الحصة وتكون مفهوم دي. اوكي، جود باي. جود باي. جود باي. تيتشر ادي لأي حد الهوست هو يعني يبقى يدي للتيتشر اللي بعد حضرتك. اوكي، طب هو مين قاعد؟ أنا ابعتولي كده وراها. رغد. طيب اصلا، طيب ابعتولي كده رغد. ألو يا رغد. ألو سامي، بس ريكورد. ايه يا فيلي ريكورد. سامي.